زوينه الدنيا. سنة الطنجيه ديالي. اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، احوال ديالكم مزيانه، ولقاكم فيديو ديالي باحسن الاحوال يا ربي. بغيت نرحب بمتتبعات جداد، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، والمتتبعات القدامات الوفيات اللي يخطيكم عليا، وشكرا لكم كاملين على اللايكات لي كومونتير ديالكم الزوينه. كلشي على الدعم ديالكم، على كلشي اللي يخطيكم. كما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم روتين، اختكم صبحات على الشقه وتماره، قلت غادي نخمل الصالون وغادي نصبن هذه السربيه هذه، قلت زعما نغتنم الفرصه ما حد الشمسه خارجه، لحقاش قليل فين كتكون بحال هذه الشمسه هذه حاره وانا مسافره. فاش نرجع انا حيت عواله دايره بروغرام، غادي نرجع ان شاء الله ان شاء الله الا بغى الله، فاش نرجع غنمشي للمغرب، يعني ما غاديش يكون عندي الوقت فوقاش نصبن هذه السربيه هذه. قلت راجي عاوني وعيا ما يتهرب والو، قلت لي والو ما عندك فين تهرب، اليوم غنصبنوا هاد الزربيات. لحقاش شريناها كانوا فيها الالوان زوينين، فاش كنا كنفرشوها غادي دوك الالوان كيغبروا مع الوسخ والطبايع، ورازين كتخوي لها العصير هنايا، واخا كنمسحهم واخا كنمسح الطبايع كيبقى كتبقى بحال انت كتمسحيها، ولكن ماشي بحال فاش يلاه تشرات. المهم وانا دابا كنصبن فيها وكيبانوا لي الالوان كيرجعوا حتى خرجوا الالوان ديالها اللي كانوا نهار شريناها. كما قلت لكم فاش توسخات ولات كامله لون واحد، ولات كتبان كامله بيج، مابقاش كيبانوا فيها دوك الالوان الغوز والشيبي والبيج والخضيضر. المهم هادشي اللي كاين تعاوننا عليها هو خويا المانا، ندوز الشتاء ونتناوبو التسالينها مزيان، فركناها واحد الفركه ديال الغدايد. صافي كما قلت لكم الشميشه، صافي شلينا هذا نها فوق الطبله، صافي فاش سالينها قلت راجلي غادي نصبنوا الزربيه الاخرى، حيت كاين واحد الزربيه واحده اخرى، قال لي ما تزيديش فيه، قلت له صافي خليتها شي نهار اخر، قال لي صافي، انتم شوفوا عندي العوين يا لالا يا لالا يا لالا، رازين حتى هي كتعاون، عطيتها ديك الشطه طيبه، صافي تي قطره صراها راها حتى هي كتعاون. صافي هذا ما كان البنات، موراها دزت للصالون حتى هو خملتو، بغيت نخلي الدار مجموعه نقيه، ما كيعجبنيش نسافر ونخلي الدار مرونه، لحقاش الا خليتها مرونه فاش كنرجعوا راكم عارفين كيرجعوا البالل الميكات، المهم الروينه كنجيبو معنا روينتنا، ولا تزادت الروينه على روينه صافي كملات كيطيح ليا المورال، حيت طرات ليا ولكن خديت التجربه، صافي ما بقيتش كنعاود هذا الغلط هذا، وليت كنخلي الدار كتشعل باش اون فوا كنرجع كنحط البالز كنرجع الحوايج بلاصتهم، الحوايج خصهم يتبنوا كندوزهم لا ماشين ديريكت، وكنجلس نرتاح، حق السفر راكم عارفين فيه تماره، يعني ما كاينلاش نخلي الروينه مورايا. راه هادشي اللي كاين البنات، الجو غزال، صبنت الحوايج درت كلشي، اليوم طايحه عليا واحد الحداقه ما نقول لكمش. بغيت نجاوب البنات اللي كيسولوني على المبل ديال التلفازه من خديته، الصراحه البنات ما خديتوش غير بوحدو، خديته هو ولي فوتوي والطبله كلهم اونصومبل مع بعضياتهم. العام اللي فات، مهم انا تقريبا شي عام دابا، من واحد المحل تركي كيجيب كلشي من تركيا، عنده داكشي غزال وواعر بزاف، وراني درت لكم جوله فيه فاش كنت بغيت نبدل الصالون، الا بغيتو نخلي لكم الفيديو في المنتدى بغيتو تدخلوا تشوفوه. المهم انا جاوبتكم دابا من واحد المحل تركي كيجيب كلشي من تركيا، صراحه عنده الكاليتي واعره بزاف، وعنده الاختيارات ودخلي الدوخ، انا صراحه دخلت فاش كنت بغيت نشري الصالون، بقيت كنقول هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، ولكن خديت داكشي اللي كتب ليا وصافي، ما يعني ما نقول، ولكن ما ندمش الصراحه،
كاليتي واعره بزاف. لحد الان مازال ما لقيت حتى شي حاجه نقدر نقولها في الكاليتي واعره، كلشي صدق زوين صراحه. المهم البنات، هنايا فاش ساليت الصالون مشيت للكوزينه خملتها، غير ما صورت لكمش وصافي اختكم تهدات، ما بقاش عندي القوه كاع تراجع لي والو، غنمشي ناكل في الزنقه ما غنطيبش اليوم وصافي داكشي اللي درنا. المهم البنات يلاه وصلنا دابا لواحد الريستوران، كنا شغالين كاع غنجيو ليه، كنا غاديين لواحد اخر ومشينا ليه، قال لك خصك ضروري تكونوا مريزيرفين، مشينا لواحد اخر غير حدات، مشينا واحد شويه قالك تا هو خص الريزرفاسيون وصافي، وما دارت زوينة الدنيا. صافي جينا رجيت فكرت واحد ريستورون ديال واحد صاحبو يلاه حل، قال لي يلاه نمشيو ليه، صافي جينا ليه باينة فيه واعر، قالك ما تمشي غير فيما مشى الله، انتوما شوفو تركي، المهم الديكوراسيون اللي فيه واعر بزاف وباينة فيه، باينة فيه زوين. انا بعدا واخا ما عمرني كليت فيه ولكن عارف راسي غناكل كلشي حاجة بنينة، هي المود ديال الجوع. هذا العدس ديالهم، داك العدس لورانج راه كنت درتو معاكم، دايرين معاه هنايا الحار ربيع، شي عطريه ديالهم لا ما عرفتش، المهم بنين واعر. جات انا الطنجيه ديالي وهذا ستيك حتى ياكلو فيه اربعه ديال الناس. المهم هذا اللي خديت انايا، اللحم مع الكورجيت والفلفله والثومه والبصله، المهم انا عاد تنشوف هادشي اللي داخل والشامبينيون، وعطاوني معاه هذا ابلي والخبز بحال فوكاتشا، وهنا رجلي خدا ستيك وعطاو معاه السلاط والشامبينيون وصلا لي فخيت، وراه زين مسكينه ما خدات والو، ما كتاكلش تاكلي معانا بجوجنا. هنايا صافي سالينا راجعين للدار كما كتشوفوا، بدا كيظلم الحال واختكم مسهوته، بقيت نزيد نكمل لكم فيديو. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه، ولا عجبكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم التعليقات ديالكم والبارطاج مع العائله والاحباب. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، بالسلام عليكم. Tell me that you love me.